قال علي بن حسن بن شقيق: قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن بالفجر. هنن الجماعة صلوا العشاء وهو وطالع على الباب، يعني الساعة 7:30 تقريبا، في واحد سأله عن حديث، بس كمان اللي سأله عالم، قال فما زال يذاكرني وأذاكره، من 7:30 بالليل للـ4:30 الصبح، هدول 9 ساعات. خرجت أحضر لك درس 9 ساعات، بس ترى نحن كلياتنا بنداوم بالشغل 9 ساعات طبيعي، مرات 12 ساعة. والله برافو عليه. قرأت عن الإمام الشوكاني أن دروسه اليومية كانت تزيد في اليوم عن 10 دروس في فنون متعددة، وتقدم للإفتاء وهو في نحو 20 من العمر. في ناس همم عالية. أخبرني شاب ذاهب نحو الزواج، هلأ هدول القصتين إدمة، بس هذه القصة من قريب وشاب يحضر هنا. أخبرني شاب ذاهب نحو الزواج أنه كان يدرس مع زملائه على شيخه من صلاة العشاء إلى الفجر في بعض الليالي، يخاف من الزواج أن يحجبه عن هذه المجالس. قال لي: أستاذ أنا بدي أتزوج، بس والله لا، أنا بالعادة بقعد مرات في بعض الليالي من العشاء إلى الفجر أدرس، هلأ هيك ما عاد، إذا تزوجت ما عاد أقدر. في ناس همم عالية. تبرع سيدنا عبد الرحمن بن عوف بقافلة بضائع جاءته إلى المدينة، أولها بأول المدينة وآخرها بآخر المدينة، سيارات شحن، أول سيارة بحرستة وآخر سيارة بالمزي، مصفوفين كلهم لوجه الله تعالى. في ناس همتهم عالية. كان علي بن الحسين ينفق على 100 بيت لا يدري به أحد، حتى إذا مات انقطعت النفقة عنهم فعلموا أنه هو المنفق. رأيت بعيني بعض العاملين في مؤسسة إسلامية وضع سرير نومه في غرفة مكتبه وراء ستار، لأنه يواصل جهد ليله بنهاره في بعض الأيام لخدمة المؤسسة. بيشتغل 12 ساعة 16 ساعة، بيتعب بينام، بيرجع بفيه بعد 4-5 ساعات، وإلا الدين كيف سيحمل؟ الدين يحتاج إلى رجال ليحملوه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، اغتنموا قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. هذه صور رجال علوا لما علت همتهم، وسموا لما سمت عزائمهم، ورقوا لما قويت إراداتهم.